السلام عليكم ورحمة الله. ده باقي الحل بتاع منظمة المتميز مراجعة شهر نوفمبر سنة رابعة ابتدائي. أول واحدة امشي 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 بخط مستقيم وامشي على طول، وبعد كده حود يمين، go straight ahead and turn right، go straight ahead and turn right. Number 26، هل تستطيع أن ترى الزهور؟ Can you see the flowers؟ Can you see the flowers؟ Number 27، المستشفى بجوار المدرسة. The hospital is next to the school. The hospital is next to the school. Number 28، نحن نسقي النباتات كل يوم. يعني ايه نسقي؟ يعني water. We water plants every day. Number 29، the light يعني اللمبة is above for my desk. The light is above my desk، يعني اللمبة فوق الديسك بتاعي. The light is above my desk. Number 30، Who helps you at home؟ من الذي يساعدك في البيت؟ Who helps you at home؟ 31، أنا أعيش في مدينة تسمى أسوان. I live in a city called أسوان. I live in a city called أسوان. Number 32، احنا محتاجين ان احنا ناخد شاور. We need to take a shower. We need to take a shower. Number 63، يوجد كنبة في ال living room. There is a couch in the living room. There is يعني يوجد، a couch يعني كنبة، in the living room. There is a couch in the living room. بعد كده عايزة أقول، هل يوجد مكتب بريد بجوار منزلك؟ Is there يعني هل يوجد، Is there هل يوجد a post office يعني مكتب بريد next to your house بجوار منزلك؟ Is there a post office next to your house؟ My friend lives on a houseboat، يعني صديقي عايش في houseboat، في مركب عائم. My friend lives on a houseboat. My friend lives on a house boat. The tent يعني الخيمة مصنوعة من القماش. The tent is made of cloth. The tent is made of cloth. Number 37، بعض الناس يعيشون في خيم. بعض الناس يعني ايه؟ يعني some people، يعيش يعني live. Some people live in a tent، في خيمة. Some people يعني بعض الناس live، بيعيشوا in a tent. Some people live in a tent. بعد كده where is the book، أين الكتاب؟ where is the book، where is the book، أين الكتاب؟ نحن نزرع النباتات حتى نأكلها. we grow plants we grow نحن نزرع نبات الفول حتى نأكله. we grow bean plants to eat. we grow bean plants to eat. number 40، كم 40، كم عدد الناس؟ كم عدد يعني هاو ميني، ولازم اجيب بعديها كلمه كامله، يعني ما ينفعش اقول هاو ميني وادور على الفعل المساعد بعد كده. هاو ميني بيبل، كم عدد الناس ليف زير؟ هاو ميني بيبل ليف زير، كم عدد الناس اللي بيعيشوا هنا؟ تيتشر يعني مدرس، نيكست يعني بجوار، كايند يعني طيب، تاون يعني مدينه. اي ليف ان ا سمول، انا عايش في سمول ايه؟ اي ليف ان ا سمول تاون. ماي سكول از نيكست تو ا بيج بارك، مدرستي بجوار حديقه كبيره. My school is next to a big bar. My father is a، بابايا is a، قبل الصفات بحط قبل الوظائف بحط a. My father is a teacher. He is very kind. He is very kind يعني هو طيب جدا. He teaches بيدرس English، بيدرس إنجليزي. Students like him very much، التلاميذ بيحبوه جدا. Germination يعني الإنبات. Flowers يعني ورود. Red يعني أحمر. Yellow يعني أصفر. Our tomato plants، نبات الطماطم بتاعنا، are growing on the balcony، بينمو في البلكونة. They have leaves and، فيها leaves يعني فيها أوراق، and flowers and وزهور and flowers. Tomatoes are green، الطماطم بتكون لونها أخضر before they are red، قبل ما يكون لونها أحمر. We plant a seed and the plant grows، بنزرع البذرة and the plant grows، والنبات بينمو. That is called، وهذا يسمى germination. germination.
حوسي عن البيت in between يعني بقى. My name is Saif، اسمي سيف. I live in a village، عايش في قرية next to the Nile، جنب جوار النيل. I live in a، أنا عايش في بيت. A house، I live in a house، هم دوران يبقى هنا أحط house with my family. Our house is a pink house and a yellow house، يعني بيتنا بين بيت بينك وبيت أصفر. Our house is between، there are tall trees، يوجد أشجار عالية. In اوف، في هنا ان وفي هنا اوف، يبقى ان فرونت اوف. ديزرت يعني صحراء. بازارز يعني بازارز، بازارز يعني محلات. ريفر يعني نهر. سي يعني بحر. اي ليف ان ا سيتي كولد ارجاده، انا عايش في مدينه اسمها الغردقه. ات از ان ذا ايست اوف ايجيبت، هي في شرق مصر. اون ذا ريد سي، على البحر الاحمر. يبقى هنا ناقص كلمه ايه؟ ناقص كلمه سي، على البحر الاحمر. ات از ا بيج سيتي، هي مدينه كبيره. in a هرجادة. there is a beach، يوجد شاطئ. and there are lots of interesting things to do، يوجد كثير من الأشياء الممتعة تعملها. there is a صحارى. there is a صحارى desert، يوجد صحراء، الصحراء الكبرى صحراء desert. where lots of tourists، كثير من السياح. go on safaris، بيروحوا سفاري. there are many bazaars to buy things، وفي بازارات كتير عشان نشتري منها أشياء. my house is not big، بيتي مش كبير. it is to the Nile، هو جنب النيل. it is next to the Nile، it is between، بين a white house and a red house. there are tall trees behind the house. we live in a big house، احنا عايشين في بيت كبير. near the sea، بالقرب من البحر. we have a big balcony، عندنا بلكونة كبيرة. we have a big balcony. we put flowers، بنضع الزهور. in our house، بنضع الزهور in it، في البلكونة. we put flowers in it. our house is the post office and، يعني بيتنا بين البوست اوفيس والمستشفى. our house is between the post office and the hospital. I walk to my every day. I walk to my school every day. It is wonderful. إنها رائعة. I meet my friends and play together. هقولها تاني. We live in a big house near the sea. We have a big balcony. عندنا بلكونة كبيرة. We put flowers in it. بنحط فيها الزهور. هنا نقطة المفروض. Our house is between، بيتنا بين the post office، مكتب البريد، and the hospital. I walk to my school، بذهب إلى المدرسة بتاعتي every day. It is wonderful، إنها رائعة. I meet my friends. بص على التوصيل. When you leave أهو، وإن لما بسيب جملة عادية معناها عندما تغادر الحجرة. turn off the light، اقفل الأضواء. When you leave أهو a room، turn off the light. Where is your school، أين مدرستك؟ Where is your school، أين تكون مدرستك؟ It is next to the post office، هي بجوار البوست أوفيس. We like our teacher Mrs. Iman، احنا بنحب المدرسة بتاعتنا Mrs. Iman. She explains things all the time، بتقعد تشرح الحاجات طول الوقت. There is a plant behind the couch، يوجد نبات خلف الكنبة. طالما هو behind، طالما خلف، يبقى I can't see it، أنا مش قادر أشوفه. I live in a city، أنا عايش في مدينة called هرجادة. You can go on safaris، تستطيع أن تذهب إلى سفارز. In the Sahara Desert، هرجادة is in the east of Egypt، في شرق مصر. where we buy food، عندما where we buy food، المكان اللي احنا بنشتري منه الطعام، سوبر ماركت. where we send letters، المكان اللي احنا بنبعت الجوابات، بوست اوفيس. where we go when we are sick، sick يعني مريض، عندما نذهب واحنا مرضى، هوسبيتال. where we learn، المكان اللي احنا بنتعلم فيه، سكول. the shopping mall، الشوبينج مول، is between the supermarket and the museum. my dad works at a big office، يعني بابايا بيشتغل في big office، في مكتب كبير. she likes، هي بتحب، her bedroom. I live in Hargada. the desert يعني الصحراء، مالها؟ the desert is a habitat، هي بيئة، هي نوع من أنواع البيئات، البيئة الصحراوية. the desert is a habitat يعني بيئة أو موطن. we plant a seed، إحنا بنزرع بذرة، ماشي، in the soil، في التربة. a rose يعني الوردة is more beautiful than a daisy. Egyptians، المصريين، used papyrus، كانوا بيستخدموا ورق البردي to make paper. this is my sister's أميرة، this is the capital، my sister أميرة،
This is Moises الأمين. This is T capital in phrases. وأميرة طبعا الـ A capital عشان اسم إنسان. وفي الآخر أحط نقطة. I go to the supermarket with Laura. Laura الـ L capital عشان اسم إنسان. وفي الآخر نقطة. What do you want to be؟ ماذا تريد أن تكون؟ W capital. وفي الآخر علامة استفهام عشان ده سؤال. How tall are you؟ ما طولك؟ الـ H capital. وفي الآخر علامة استفهام. I live on a farm. في الآخر نقطة عشان دي جملة عادية والـ I مكتوبة capital أصلا. What does the plant use to make its food؟ يعني النبات بيستخدم ايه عشان يصنع الطعام بتاعه؟ W capital. وفي الآخر علامة استفهام. السلام عليكم.